انا مستني كاين شي عرس ديال اه كاين شي عرس ديال اليمن القضيه ديال اليمن زعما واخداج وفنا هي القرعام مواتيه ومشكلة هادي شي واحد مات في المغرب قال لك كورونا ها كيفاش شي واحد مات في كورونا في المغرب هذا قال وي اش قال اش قال اش قال الواحد شي واحد جا المغرب قال حتى في الجزائر قال حتى في الجزائر حاجه مستقره العادي مش مستقر هادي دابا مصاب بكورونا مصاب صافي واه لازم انا خاصني نمشي لا شرق الجنه قول الله علم الله صافي في كورونا صافي في كورونا تبدا تاكل فيه من الداخل كاين هادشي ولا ما كاينش هادشي منطقيا واش نهي مستقر ما كاينش حاجه مستقر الدواء زعما بين الدواء صعيب قال لك اللي لقى الدواء الكورونا ولا اللقاح 200 مليون واش يجيو الله هذا تهضر مع دوك الاطباء زعما كاين حاجه دوك الجبن هذا كورونا شنو بول الجبن ما قال لك خايب بول لا فيه لا صار له لا لا صار كورونا احساس هذاك هو دوك اي احساس الكره هذاك هما كورونا لا هذاك هو دوجه الكورونا لا لا هذاك هما كورونا والله العظيم هادوك غير لا بالسلامة لكن نفرز ما توصلوش كورونا هو غادي يحيدو شنو ديزاكتيفيه كيفاش زعما كيفاش غادي يحيدو كورونا الفيروس شنو هما احسن لا يا وصافي ودابا الفيروس دخل المغرب غير قال دابا تقول حاله واحده راه غير هادي اللي بانت ما راه طلعت شحال وحده مخبيه ممكن شي واحد يكون غير هنا مثلا في ورزة تكون فيه كورونا ولكن ما سمعت بورتابل ديال شينوا تلصق فيه كورونا جا للمغرب وتكون فيه كورونا انت قصدي دابا غير شي حاجه فيها كورونا تكون فيه كورونا هاد الويكاند بلاتي فيه ديسك جديد هذا عرفت هاد الويكاند هذا شي خرجتي ديسك واعر اسمع بيهايند سين بندري طلع واحد الفيديو ديال الاستاذ الكيمياء بس تشوف السلام عليكم بالنسبه للفيروس ديال كورونا الحاله في المستشفى مليوس فيها ناس خايفين من ناحيه الاطر الصحيه من ناحيه خاصنا حتى حنا بهالات الكمامات ماشي لا بحال هادك ما تبيعو شي واحد هنا جيبو راه من داخل الفيطار كاين الحس الشديد من هاد الفيروس خاصك تشي كوما واه انا تصدي لازم الناس ما تبغيش تخرج وين عطيك شي حاجه سير دابا عيما كورونا كاع ما يوصل كورونا كاع ما يوصل وزادات علاش والله قال لك الشمس قيله ولا ما عرفت ولكن ديما في هذا البيت ديما هذا البيت دابا ما صايب القضيه ما يستر اصاحبي ادري واش لا فيديو عاتين واو ضرني راسي انا ملي خاصك تمشي لكازا وقيله خاصك تمشي لكازا ولا جيت للمطار بعدا باش يقدر واش يكون مطار يقول
ولكن ما بانش في المطار، علاش؟ باش كانت فرصة حضانة، حضانة شنو هي؟ هو أنه تيكون في الفيروس، وتيكون في واحد مخبي 14 يوم وكتبان، كاينة، ومن بعد كتبان، ألوغ السيد هذا جا تقريبا مع 100 واحد في السيارة، ملي وصل للمطار من واحد ما عرفتش من واحد اللي بقى فينا اليوم ولا هذا، يبدا فيروس كورونا ولا شي حاجة، من واحد راه في الشكل، راه حتى هي كتقتل الأمراض، يعني من واحد ما تقريبا شي 100 واحد. زيد واش اخر اولا صعوبه التنفس كيحمل الشراء حاجه اللي واجبه دابا ولي حنا في يوتيوب بزاف اخويا سيسي داوي راسك سي لصق فين الضربات ديالك الصحه ديالنا بزاف اخويا سي داوي راسك سي لصق فين الضربات ديالك الصحه ديالنا والله ما دابا راه مشكلة واعرف دابا تخنقت انا من الوقيلة دير الكم سخان
تمشي للسبيطار اي نونو تقعد احرم ما بغيتش والله اللي حد بدي كان يشوف والله يتل ندير ازحك ما ندير هالولا نطق زعما زراد اسمع الله يلم صدقنا القلب خلينا ندير لها بلا بونطاج الى عجبكم الفيديو ديروا سبسكرايب نشروا المقطعات دابا راه غادي انا نوعدكم غادي كلشي مقلب اخر المهم غادي يديروا المقالب ديالهم هكا تيكونوا الله يعاونكم الله يعاون الله ينعس الشيطان الله يستر